Nej, kära kärlek. Och inte ditt nefes asheni. Det kommer att hända på. Det låter till vad dig att be ol. Kolla, jag ska بخير. اليوم مثل مو شايفين هاي النفاشة شو اسمها؟ الفكرة انه اليوم الجو كتير شوب، درجة الحرارة 90 فارنهايت يعني 30 يا ولد. واو رياضيات. حسب ما شفت على الهاي اليوم اخر يوم حيكون شوب وبعدين حيبلش الشتاء. فقلنا لحالنا ليه ما نستغل الشوب اليوم ونعمل شيء مو بس هيك الشغلة قلنا نعمل لها تويست، فهي تحدي. هي ما حتكون بس هيك، يعني كل شيء انتم شايفينه هون مو هو هذا، بس حيكون جزء اللي حيلعبوا فيه الاطفال. ادي وين اسامه؟ ليك اسامه، اسامه تفضل امسك الكاميرا. انتوا شايفين هدول الثلجات؟ كان في 10 اكياس ثلج. اللي حيصير انه هدول كلياتهم حينرموا جوات هالمسبح الصغير هذا اللي انتوا شايفينه هون. والشغله الثانيه ان هدول الحبال اللي انتوا شايفينهم، اللي حيصير انه واحد حيكون واقف فوق والثاني حيكون ممسوك بالحبل هون. هنحط هون صابون ونشوف مين اكثر واحد بيقدر يوقف. اللي بيمسك الحبل لاطول مده هو بيربح. صالح هي اللي حتكون الحكم طبعا لانه حامل فما حتطلع لفوق. اللي حيطلع لفوق هو واحد انا، اثنين اسامه، وثلاثه ساره، بس ساره لسه عم تجهز حالها فهلا جايه وحيصير تحدي بيناتنا. ولكن قبل ما نقلب المي لمي كثير بارده وقبل ما نحط الحبل ونحط الصابون، ميلا صار لها ساعه عم بدها تطلع تلعب، طلعتها مره واحده بس لسه ما غيرت لها، فحنطلع نلعب شوي وبعدين حيبلش التحدي. Are you ready? اوكي استنوا، انا جبت معي هي الكاميرا الثانيه مشان اصور لكم من فوق شو بصير. كمان فكره حنملي هاي المي كلياتها، حتملى لفوق مو بس هيك. ياب اكلنا هوا. Ready? Okay. Baby, good job. Wow. Are you ready to go? ميمي لايك ات. اوكي سو لانه نحن حنلعب واصاله ما حتلعب، شو حتكوني عم تعملي انت؟ عم بعمل اكل، عملت عرايس. الله، هون على الشواية صح؟ تتبيلتي قلت انه هيك نتسلى فيهم نشويهم هون. شو صار التحدي؟ مستنينك. استنوني روح غسل ايدي وحنبلش التحدي. يلا تعي. اوكي سو هلا حيبلش التحدي، بايدنا كاس الثلج. التحدي حيكون بين ساره، سامه، واو هذا منظر. يب. وانا صار في تغيير شوي بالتحدي، بدل ما مين بيقدر يوقف بالنص لاطول فتره ممكنه، التحدي حيصير مين اسرع يطلع لفوق وفي صابون. مستحيل. اظن بتزبط، اظن صدقوني ما رح نقدر. واللي بيخسر لازم يرجع ينزل بالمي البارده. هون حتحط ثلج. وهلا حنحط الثلج كلياته. اوكي هي اول شيء. اوه سلام. والله هذا لحياتك. حلوين. احلى شيء انه انا حامل بس بقعد. الله. طلع كبكيس فيه شو. يا سلام. هي اذا اجت على راس حدا بتقتله. اوكي. تعي نجرب على راس انا. أوه. على فكرة المي اوريدي كانت باردة وهلا صارت فريزر. طلع 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 طلع. اوه خلصوا الايس؟ يب خلصوا الثلج. اوكي هاي 10 اكياس ثلج صاروا جوا. شو باردة؟ لا والله شكلها باردة. اوكي سو هلا
الفكرة إنه أنس هلأ حيطلع ويحط الحبل لفوق. هلأ أنس نزل الحبل وسارة حتحاول تتحربش لفوق، نشوف الوقت واللي عنده أقصر وقت هو بيربح. أوكي يلا الحبل نزل. هحاول أصور لكم على قد ما أقدر. يلا جو. هحاول أصور لكم على قد ما أقدر. هاي الحبل من هون أنا لازم أمسكه وسارة تطلع. هاي بدون صابون. شكلنا وصلنا على هالحال. شو عم يصير؟ طلع سارة. يلا يلا. هلا شكلها حتحاول تركض مرة واحدة فرد مرة راكض لفوق. أنا برأيي حتكون هون. واحد لا هلا أنا حجرب. مسكي أعطي سارة. شو إحساسك إنك خسرتي من هلا؟ واو. هلا دور أسامة. بكرة شكله جد صعب. 2 3 حنطلع حنوصل. يا اي ثينك سارة وصلت اعلى. انا وصلت اعلى واحدة. يلا او ماي جاد الكل فلتوا فلتوا. هاي اللعبة هاي اللعبة شكلها مو اللي اجريهم حل قد طولهم، لازم تكوني هيك صغيرة بتيت. يعني انا لازم انا رح جرب اطلع. مستحيل اذا اسامة وسارة ما طلعوا انت ما حتطلع. مشكلة بتعرف شو المشكلة؟ اذا نزلت رح يوقع معي هو. عرفتي انت شو صار؟ شو؟ لما كان هو مسك خلص كان حيطلع فلت وقع. ريدي جو. اسامة لا تشدني هيك. ما عم يمسك. اوكي شو رح اعمل هلا؟ رح اعمل حالي عم بتصارح شد عني. اوكي جاهز؟ يلا جاهز. شو؟ واحد اثنين ثلاث. لا 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 فيل هات فيل. فكرة انسوا كل التحدي اللي عم يصير، بصراحة اللعب اللي عم يصير والضحك احلى بكثير منه. I think I have too much process, and I've been feeling kinda hopeless. I know I'm not supposed to feel this way. I know it's been a while since I held you in my arms. Still in love with you, still in love with you, still in love with خسرانه.
وكمان عم تطبخي لنا. انا ربحت. انت خسرت. كيف ربحتي؟ انا وصلت اكثر واحده الى القمه. والله ان انا وصلت اعلى منك، بس اسامه نزلني. انت بس انا بطويل فبيبين انه وصلت. اوكي اوكي اوكي، بس شكرا. اوكي سو اخر شيء هلا حنعمل اخر تحدي نجربه، اللي هو اساس اللعبه، اول لعبه قلنا لكم عليها. انا قلت لكم عليها، اللي هي بتتمسك واللي بيوقع اول واحد هو بيخسر. وحنحط صابون على الارض. هي نزل اول حبل هون وهي ثاني حبل هون. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شو قال؟ بس انا نبكي. Dude. اوكي يا جماعه اظن حنوصل لنهايه الفيديو هون. بنحبكم كثير. ماسك الكاميرا اصلا صار شعبي. اذا انتم جداد اعملوا سبسكرايب حتشوفوا فيديوهات مثل هيك اكثر. وبعد بنحبكم كثير. وهلا صار فيني نقول مني ومني ومن ميمي. هلا صار فيني نقول وكلياتكم. انت شو حدك؟ تعال ضد المي؟ ايه ضد المي. ومن سارة ومن أسامة هلا صارتين نقول تصبحوا على خير. باي. لك لا مو بأنفي. باي. عرايس احترقوا. او ماي جودنس. احترقوا ولا لسه؟ او ماي. يلا نحق.